جديد. جدد النائب السعدون حماد مطالبته رئيس الحكومة بإجراء تعديل وزاري قبل انطلاق دور الانعقاد القادم. واعتبر حماد أن عددا من الوزراء يتسبب بتعطيل خطة التنمية الأمر الذي يوجب استبدالهم من وجهة نظره. تصريحات حماد تزامنت مع اجتماع عدد من اللجان البرلمانية اليوم، ومن بينها اللجنة المالية التي حضر اجتماعها وزير المالية الشيخ سالم الصباح. وتم خلال الاجتماع مناقشة التعديلات الحكومية على مشروع قانون البي او تي. عقدت لجنة الشؤون المالية في مجلس الأمة اجتماعا اليوم تم خلاله مناقشة التعديلات الحكومية المقدمة على مشروع قانون البي او تي. الاجتماع الذي تم بحضور وزير المالية الشيخ سالم الصباح وفريق من الوزراء أكد خلاله الوزير أن التعديلات المقدمة على هذا القانون تهدف إلى تحقيق ما تتمناه الكويت في خطة التنمية. وأوضح أن هذه التعديلات في النهاية للخروج بقانون فعلا يحقق ما تتمناه الكويت من حيث التنمية والتطوير وتشجيع المستثمرين المحليين وتشجيع المستثمرين الخارجيين لجلب هذه الأموال والاستثمار داخل الكويت، بحيث فعلا نخرج بقانون كامل متكامل مشجع منجز ممكن أن ينقل الكويت نقلة نوعية. مقرر اللجنة المالية فيصل كندري أكد أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن لجنة الشؤون المالية ووزارة المالية لدراسة قانون البي او تي من جميع جوانبه وتقديم مسودة قانون للجنة وللوزارة للتوافق عليها، ومن ثم تقديم القانون إلى مجلس الأمة. اجتماع لجنة الشؤون المالية اليوم تخلله الموافقة على التعديلات التي تم إقرارها في المجلس السابق والمتعلقة بخصخصة الخطوط الجوية الكويتية بما يكفل حقوق العاملين فيها. أحب أؤكد أن تمت الموافقة في اللجنة المالية على التعديلات اللي تم التصويت عليها في المجلس السابق، وإن شاء الله راح تكون في بداية دور الانعقاد في أول أو ثاني جلسة راح يتم التصويت عليها، فحبينا ندلي بهذا التصريح للأخوة لشعورنا في معاناتهم، لشعورنا في معاناة الأخوة في المؤسسة كموظفين. من جهة أخرى جدد النائب سعدون حماد مطالبته رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك بإجراء تعديل يشمل بعض الوزراء الذين وصفهم حماد بالمعطلين لخطة التنمية، وخصوصا وزير الأشغال الذي قال أنه عطل الكثير من المشاريع الصحية التي تم الموافقة عليها منذ عامين. احنا نخاطب رئيس الحكومة الآن فرصة في بدار دور العقاد هناك، خاصة الوزراء اللي غير منتجين، الوزراء اللي يعطلون خطة التنمية. فاحنا نخاطب رئيس الحكومة حقيقة بتنفيذ خطة التنمية، فبدار دور العقاد سنطرح كل ما لدينا في متابعة الحكومة في تنفيذ خطة التنمية، ولكن رسالة موجهة لرئيس الحكومة بالوزراء الغير منتجين أن يكون هناك فرصة للتعديل الوزاري قبل بداية العقد.